القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى تراجع في هذه القراءة دون التوقعات. شفنا أيضا كمان تقرير فرص العمل أيضا عند أدنى مستوياتها في عامين. ما نريد أو ما نحصل عليه من خلال هذه القراءات حتى الآن إشارة ضمنية إلى أن سوق العمل بدأ يظهر الضعف، لا يوجد رغبة بالتوظيف أو التوسع في التوظيف بشكل أكبر، بالتالي هذا يعني أن أسعار الفائدة المرتفعة الموجودة حاليا أصبحت تشكل عبء على النمو الاقتصادي وربما عبء على التوسع في التوظيف. ومن هنا الفدرالي الأمريكي يجب أن يقوم بتسهيل السياسة النقدية، بحث عن أسعار فائدة أقل، زيادة الإقراض للأفراد والمؤسسات لتحقيق تجنب للركود الاقتصادي أو الكساد الاقتصادي، وبالتالي هذا عامل إضافي. بالتالي ما ننتظره يوم غد وهو أهم تقرير للوظائف الأمريكية، ننتظر إما أن نرى إشارات بارتفاع معدلات البطالة أو نرى إشارات بانخفاض عدد الوظائف الجديدة التي يدرجها الاقتصاد الأمريكي، في إشارة ضمنية أنه الفيدرالي يصبح لديه أدلة كافية تضغط عليه باتجاه تقليص لأسعار الفائدة ربما في وقت مبكر من العام 2024 كما هو متوقع. ولذلك الأسواق مجملا تنتظر مثل هذا الحدث، وقد أثر بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة. طبعا تقرير الوظائف هذا يعتبر مهم جدا وأحد القراءات الرئيسية، إضافة إلى التضخم، قراءات التضخم التي ينظر إليها الفدرالي الأمريكي قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة. طيب سيد راد، يعني إذا ما تكلمنا عن أسعار الذهب، هل لا تزال مخاوف الركود هي من تغذي ارتفاع أسعار الذهب؟ وهل ممكن أن نرى مزيد من الارتفاعات قبل نهاية هذا العام؟ يعني العديد من العوامل التي ساهمت وساعدت بشكل واضح لارتفاعات الذهب الأخيرة، على رأسها طبعا المخاوف الركود وبالتالي توقعات أن يكون هناك تقليصات في أسعار الفائدة، يعني دولار أقل وبالتالي ذهب بدأ بالارتفاع بشكل واضح ترجمة لذلك، إضافة ساهم بشكل كبير في الموجة الأخيرة لارتفاعات أسعار الذهب التوترات الجيوسياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت بشكل كبير بدفع عجلة الذهب للارتفاعات. ربما هذه المؤثرات اللي نحن عم نذكرها حاليا لم تتغير، وبالتالي المحفزات الأساسية لاستمرار ارتفاعات أسعار الذهب لا تزال قائمة. والقمة التاريخية التي رسمها يعني خلال الأسبوع الماضي الذهب وارد جدا أن نزورها في وقت قريب جدا، مع زيادة التكهنات بأنه يكون في عنا تقليص لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام 2024 واستمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف تصعيد بشكل أكبر ودخول أطراف إضافية، هذه العوامل الرئيسية. نحن عم نشوف تشكيل الذهب من المحافظ الاستثمارية حول العالم يرتفع من 10 إلى 15% أصبح كمكون رئيسي في المحافظ الاستثمارية، هذا دليل على أنه في عندي أنا مخاوف وأنسرتينتي وعدم وضوح في الأسواق، وبالتالي توجه هذه المحافظ إلى التحوط بالذهب ضد التضخم الذي ممكن أن يرتفع وضد أيضا أي انخفاضات في أسواق الأسهم قد تحدث. بالتالي هذا التخوف والتوجس المشروع ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار الذهب، وأعتقد سيلعب دورا هاما قبل نهاية تعاملات هذا العام في دفع الذهب بشكل واضح فوق مستويات الـ $2100 للأونصة واستقرار في تعاملاته عند تلك المستويات قبل نهاية تعاملات هذا العام. طيب أنتقل معك إلى أسواق الطاقة، صرحت أيضا الجزائر بأن تخفيضات أوبك بلس لإنتاج النفط قد تمتد لما بعد الربع الأول، كيف تعلق على تمديد خفض النفط الأخير من أوبك؟ يعني خفض النفط الأخير، قبل أن أعلق عليه كيف تفاعلت معه الأسواق، الأسواق اعتبرته أنه underwhelming دون المتوقع، دون ما كان ينتظره المستثمرون والمضاربون، بالتالي يعني ذلك سبب تراجعات واضحة. وشفنا النفط كيف عم WTI أو خام غرب تكساس قريب $70 للبرميل وتراجعات واضحة، التوقعات كانت تشير إلى إمكانية زيادة في الخفض
الطوعي بشكل أكبر، وعلى وجه التحديد ربما قد تكون الزيادة متوقعة كانت من السعودية بأكثر من مليون برميل، ولكن المليون برميل التي التزمت بها السعودية بالتخفيض الطوعي هي فقط ما التزمت به حتى الربع الأول دون زيادات في هذا الخفض. كذلك يعني 900 ألف إضافية التي جاءت من البلدان مثل الجزائر وغيرها من دول الأوبك بلس، لما لا أعتقد أنها يعني تم تسعيرها في السوق على أنها تخفيضات قوية. الطلب تحت الضغط، نحن عم نشوف بيانات سلبية من الصين بشكل متتالي، آخرها كان تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز للصين، والنظرة المستقبلية تم تخفيضها. هو أكبر الصين، نحن نتحدث لماذا الصين؟ لأن هي أكبر مستورد للنفط، بالتالي هي تمثل عامل مهم للطلب على النفط. عم نشوف الطلب تحت الضغط، وهذا يفسر حقيقة أنه عندي طلب منخفض والمعروض النفطي لم يتم تخفيضه بشكل كبير جدا، فذلك يفسر أنه السعر يحاول تحقيق آلية توازن دون مستويات الحالية، وربما يتم التدخل مرة أخرى من الدول في أوبك بلس لتحقيق مستويات سعرية أعلى. بالتالي هذا المجال لا يزال مفتوح، والأسواق لا تزال تسعر إمكانية حدوث تغييرات على المشهد، وربما ليس فقط التمديد لما بعد الربع الأول من العام القادم مثل ما تفضلتي بالسؤال من قبل الجزائر، وربما يكون تخفيض إضافي خلال الربع الأول من العام القادم من دول مهمة في أوبك مثل السعودية أو روسيا. طيب سيد رائد، يعني إذا سمحت لي، كيف سيتم برأيك تزويد الأسواق بالخام في ظل الطلب المتزايد على النفط؟ وأيضا ما هي الأسواق المرشحة؟ وأيضا تحدثت قبل قليل عن التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة وتأثيراتها على أسعار الذهب، كيف ممكن أن تؤثر كل هذه التغيرات الجيوسياسية أيضا على أسواق النفط؟ هذا شق آخر من السؤال. نعم تفضل. حقيقة نحن عم نشوف أنه العوامل الرئيسية الموجودة حاليا، نحن بالنسبة للطلب، الطلب لا ينمو بالمستوى المتوقع من بعد يعني خلينا نقول أزمة كورونا، حتى الآن لم ينمو الطلب كما كان متوقعا، والنتيجة والسبب في ذلك نحن مثل ما عم نقول أنه عنا الصين بياناتها سلبية، عنا الاقتصاد الأوروبي يعاني، الاقتصاد البريطاني كذلك الأمر، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أسعار نفط أقل من ذلك، بالتالي عم بيكون في عنا هذه المناورة الواضحة من قبل أوبك بلس لمجابهة الطلب الضعيف من خلال التحكم بالمعروض. نحن عم يكون في عنا يعني بشكل واضح، نحن عم نشوفها أنه الطلب لا يرقى بعد إلى مستويات النمو المتوقعة، وبالتالي أوبك بلس ترى أنه ربما التحكم بالمعروض يلعب دورا مهما في تحقيق آلية توازن سعرية دون فوق مستويات الـ 75 دولار للبرميل. إذا رح يضل عندي سيل البيانات السلبية اللي عم يجي من الاقتصادات العظمى والتي تمثل الشريحة الأوسع للطلب، رح يضل في عندي هذا التدخل من أوبك بلس فيما يتعلق بالمعروض النفطي. هو ليس عدم وجود، هو يوجد إنتاج كافي لي ويجابه الطلب، ولكن نحن عندنا آفاق مستقبلية لتراجع، وأيضا في عندي مخزونات مرتفعة كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وحتى الصين. الصين بيانات اليوم كانت عم تظهر تراجع في الواردات، يعني بنفس الوقت ارتفاع في الصادرات. نحن عم نشوف بيانات نوعا ما يكتنفها السلبية، بالتالي بنشوف أنه نضيف لذلك عامل التوترات الجيوسياسية ممكن بلا شك أن يساعد على ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذا في حال تم تصعيد التوترات الجيوسياسية بتدخل أطراف أخرى في النزاعات الدائرة، وبالتالي ربما ذلك قد يخدم ارتفاعات مؤقتة ولكن حادة في أسعار النفط. نحن نعود إلى المعادلة الرئيسية الطلب والعرض، نحن لا نزال عندنا آفاق نمو طلب متراجع في المستقبل، وعلى المعادلة بطرفيها الحاليين من عرض وطلب أعتقد ذلك قد يحقق توازن لأسعار النفط إذا لم يتم تغيير أي من الطرفين عند 70 دولار إلى 68 دولار للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس.
طيب سيد رائد، يعني بسؤال أخير عن اليورو الذي يتراجع مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، كيف ترى مستقبل العملة الأوروبية الموحدة؟ يعني اليورو تحت ضغط واضح، نحن عم نشوفه. طبعا هذا الضغط في نتيجة انه ربما سيبحث المركز الأوروبي عن تقليص في أسعار الفائدة في وقت قريب جدا، على الرغم من أن التضخم لم يصل بعد إلى المستهدفات المبغية بالنسبة للتضخم، ولكن المركزي الأوروبي يضطر إلى التدخل لتقليص أسعار الفائدة، لأنه احنا شفنا بيانات من ألمانيا ومن بيانات من أوروبا تظهر تراجعات بالنسبة للبي ام اي، تراجعات في مؤشرات مديري المشتريات، نتحدث عن تراجع في قطاع مبيعات التجزئة، نتحدث في تراجع ربما قد يصل إلى مرحلة انكماش، يعني تجنب الانكماش الاقتصاد الأوروبي يعني بشكل طفيف جدا، بنمو طفيف ومتواضع عن الربع الثاني من العام الحالي، ربما بالربع الثالث رح تظهر قراءة انكماش فعلي، وأي ربعين متتاليين من الانكماش يعني احنا دخلنا فعليا بالريسيشن أو بالكساد. بالتالي المركز الأوروبي قد يتدخل بتقليص أسعار الفائدة. طبعا تقليص أسعار الفائدة انعكاسه بشكل مباشر على تراجعات في قيمة اليورو أمام النظرائح من العملات، وعلى وجه التحديد الدولار الأمريكي، لأنه إذا بدي أقارن مستوى سعر الفائدة في أوروبا ومستوى سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى من تلك في أوروبا، وبالتالي ذلك قد يشكل يعني سوابس او راح يكون في اختلاف كبير في فروقات اسعار الفائده بين الاقتصادين او بين الدوله، بين منطقه اليورو وما بين الولايات المتحده الامريكيه، ولكن لا اعتقد انه هذا ممكن يكون على مدى زمني طويل، لانه كلا البنكين سوف يتجه الى تقليص في اسعار الفائده في وقت قريب، ربما المركزي الاوروبي قد يسبق باتخاذ القرار. شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه التحليلات التي قدمتها لنا كبير محللي الأسواق في مجموعة إيكوتي السيد رائد خضر من دبي، ممتنة جدا لك.